وراجل من اهل الباديه، شلون عادتي مقطوعه من الصبح يبطوني الصنادره، واعدي الشير عندي ميت ماني مخلي نص. هلا اسمع، ولين جيتون ما اريد يا المدعي العام هذا اللي قالون محاني هالواقي ان شاء الله وكيل جمهوريه ما اريد. هلا اسمع ما ريته ولا ريت رقاش، عندي شاب خلاق نصقل له القدحان، نصقل له القدحان جاي من شغل المسكنه والضعف. انت ماني عالم شيلني، قال لي دارك ماشي ميرر انت قرشعنا من كثير، قال لي دارك حيل انكتلت الدوله. خلنا اسمع، جيت امي لين جيت هون ما وخليته كان اثنين يمشي، ولا هو ما زلت هون قلبي وشقف، ولا اعطاني باطن مشينا ندفنوا نستراح، انا على قلبي عندي عليات بكون شيء متسكت. انا ما عبد الراشد انا شيباني من العراق ودان ودقه. خلنا اسمع، لو هو ورك ما قديت نار على عليات عندي وشاشره قد عود وهرب مع لوس. يلا اذا عاد هم وكيل جمهوريه الين شذا الميت يجي. خلنا اسمع، واذا عاد هم ولا عبد العزيز يلا يجينا، ولا عاد هم واحد دونهم يلا يجينا، ويقول لنا هذا شق بها الله ولا عندنا في شيء، والله الا اننا اسفين لكم وماشيين معاكم جناح في التاسف. هذا ما ريناه ولا قاجنا له ولا يخنزون مطروح ما اعطانا ندفنه. انتم سمعتوه الشباب الحاضر والناس الله، ولا لنا سامحين مولي للناس اللي تجر الشغب في الدوله، ما لنا سامحين حد يجر الشغب في الدوله، ما نبقى ولا لنا سامحين. خلنا اسمع، وهم انا لا وانا اليه راجعون، عصب الله ونعم الوكيل، واحنا متاكدين عني لنا من المصطفى عليه الصلاه والسلام ما باقي حد حي على وجه الارض يا غير يكتل بشريعه النبي. ومطالب انا باسمي شخص شريعه النبي تنفذ فينا لاجل لان امي اسلاميه، ويلا تنفذ فينا شريعه المصطفى عليه الصلاه والسلام. طالبين اللي كثر ينكتب، وطالبين اللي سرق تنقطع عيده، وطالبين اللي زنا يجلد، واذا مطالبين به ورش قوي ايديكم يا الجماعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله انتم هون تعرفوا هكذا شو نعمل بذلك الصراحه. تسمع عندنا وعندنا صابي، احنا اسره كامله كنا مسحول وبدحنا قبل الباديه، مسحول شوي لهم لين يشوف احنا مولي نمسحهم ولدنا لين يطلع معكم انتم وعود عادي يلق مع الرقاقين. ان كان احنا الله ولدي قدونا راح نكون واعدين بليده توصلنا. خلنا اسمع، سمعتوا اسلوبنا حطوه اسلوبكم عند الرئيس احنا انا ما هذا الراجل الان يقول بكلام ناقص ولا في كلمه قايشه ولا في كلمه خاسره، ولا ينبغي ان يقول لنا عاد هو رئيس مدير المملكه. انتم خلوا الحكومه تولى الراجل وانتم الاخرين اسمعني. اسمعتني عندنا صادي واليوم حازت عليه الدولة وكتبت ما راه ولا قليل شاب كيو ولي كتبت الدولة. طالبين منك انت، طالبين منك انت باسمك قاضي حق منصور بين الشعب والدولة، توصل رسالتها علاش توصلها على حق. للي لا تنتظر تقولوا حق، وذا اللي لا تكتب عن ولدنا يعود حق، ونعرف الصيبه اللي يكتب فيها، ونعرف الصيبه اللي لا يجي واحد شبشاب ويكتب عنه شي ما هو صار. وداني طالب منك، وداني طالب منك، طالب انا منك فعلكم ما تتموا ذاك اللي يعدل القتل العمد تخلوه ماشي وتقتلوش انتم بيدك. هل اسمع يعود واحد مكتوب وين هو قدام الحرس؟ جاء واحد من السيارات بالشرطه
وقوم الشرطه هم اللي طبقوا لهنا طبقوا برصاصات سبق له بعدين داروا المقعد وما قالوا المقعد ويلوي قالوا المقعد قاعدوا لا حلو لا تناتلوا الكلام خلوا الراجل ممكن حاضر يقول الحق ممكن حاضر يقول الحق انا بعد عبد الله ماني انا حاضر شوف واحد يعوج وهذا الطير من اخويا والله نقص كذب فيها الله اسمع ثقيل في الميزان شهاني ماني يقول لك هي الماني حاورون الصبح يبطوني الصنادرة شايين قطعوا ما عشان حاورون قطعوا الصنادرة عايبي شايين ما خلوني نوصل أجركم الله في مصيبتكم إن شاء الله أجركم لا لله ما إلا راجعون لله ما أخذوا لهم ما تركوا حتى النظر عند أسباب الله لله ما إلا راجعون لله ما أخذوا لهم ما تركوا